بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. اخواني الكرام اخواتي الكريمات احييكم بتحيه الاسلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان يجعلنا واياكم مباركين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أخواني الكرام، جمل الله تعالى الناس أن يميل الذكر للأنثى وأن تميل الأنثى للذكر، ثم نظم هذه العلاقة الفطرية الغريزية بينهما في مفهوم النكاح والزواج. معلوم أن علاقة الذكر مع الأنثى تضبطها عدة أمور ومسائل قد تكون هذه الأنثى أم. وقد تكون هذه الأنثى أخت وقد تكون هذه الأنثى أيضا إمرأة أجنبية ليست من ذوي رحمك بمعنى أنك لست محرما لها فأنت في حاجة إلى أن تسلك وسيلة معينة للتواصل بها أو الارتباط معها وأن تكون علاقتك معها علاقة مرتبطة بقدر الحاجة وعلاقة مرتبطة بقدر من عقد سببه عدا ذلك فانه يدخل في اطار المحذور الشرعي سواء كان الامر مكروها او محرما رب العالمين في القران الكريم مثلا يقول لنا ويحدثنا عن تلك الفطره بقوله علم الله انكم ستذكرونهن ومن منا من, من اسوياء الرجال لا يذكر المراه وتميل نفسه اليها وربما يراها حتى لو مر فربما تحدثه نفسه بها علم الله انكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا يعني زنا يعني خلوه يعني لا ترتكب معها امرا محرما لمجرد الرغبه ولمجرد المجرد الميل النفسي ولا اصبح الانسان يعني منزوع عنه انسانيته وكرامته التي كرمه الله تعالى بها كما في سوره الاسراء يقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا فالإنسان كائن واع ويملك عقلا واعيا ليس عقلا غريزيا فقط كما هو في الحيوانات التي ربما يميل بعضها إلى بعض فيطأ بعضها بعضا بغض النظر عن نوع هذه العلاقة وصفتها وطبيعتها علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا فما هذا القول؟ انه النكاح الا ان تقولوا قولا معروفا الا ان تخطبها وربما يخطب ايضا الرجل الصالح كما في صحيح البخاري وهذا ليس حراما قد يكون عيبا في بعض المجتمعات بسبب اعراف وعادات وتقاليد وظروف معينه او امر غلب على المجتمع يعني قد يراعى احيانا لكن في الجمله يخطب الرجل وتخطب المرأة قال إلا أن تقولوا قولا معروفا فإذا أُمنت الفتنة يجوز أن يقول في مثلك يرغب الرجال أنت امرأة صالحة وأنا أبحث عن عن زوجة صالحة وهي أيضا تقول في مثلك يرغب النساء فأنا أبحث عن زوج صالح يسترني فإذا حصلت الفتنة أو كان الأمر مظنة المثلبة والنيل والجرح فإن الإنسان لا يقترب من هذه المنطقة والذي يقرأ سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد أن خديجة عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل النبوة وقيل أن الذي عرضها على رسول الله هم أخوالها وكلا الأمرين في حالة ترجيحه وحصوله صحيحة لا حرج فيها غير أننا نراعي ما يرتبط بذلك من حيثيات وتفاصيل حتى لا يقع الإنسان في محظور أو في أمر نهاه الله تعالى عنه الزواج كلمه جميله ومشروع حياه ومن استمع الى هذه الكلمه تعلوه اسارير الفرح والابتسامه والشوق اتيناكم نخب السير خبا ولكم في حشايا القلب حبا واعظم من هذا قول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه وربما من اللافت للنظر أن ذكر المودة هنا لم تذكر معها المحبة لأن المحبة قد تشتمل المحبة المحرمة والمحبة المشروعة مثلا نقرأ في قول الله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه مشروع بل من أعظم أنواع المحبة أن تحب الله قال يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم كما في الآية الرابعة والخمسين أذكر في سورة المائدة وأيضا والذين آمنوا أشد حبا لله فلما ذكر الله تعالى الزوجية هنا خصيصا لم يذكر مسألة المحبة إنما ذكر المودة لانها كلمه مليئه بالعاطفه والدفء والود وهي تشير ايضا الى قوه العلاقه الغليظه التي سماها الله تعالى في كتابه في سوره النساء واخذن منكم ميثاقا غليظا فالموده هي التي تشتمل على ما جاء بعدها من تفسير وجعل بينكم موده ورحمه قال لتسكنوا اليها ثم قال وجعل بينكم موده ورحمه فاذا ذكرت الموده فانه يذكر التضحيه والسكن والاستقرار والمحبه ولذلك من تامل سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم يجد ان خديجه رضي الله عنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل ان اخوالها عرضوها عليه رضوان الله عليها بشر خديجه بالجنه ببيت في الجنه لا صخب فيه ولا نصب بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم وهو امام الاوفياء وخاتم الأنبياء والمرسلين. إخواني الكرام، حينما نتكلم عن علاقة الذكر بالأنثى نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكرها في سياق آياته. اسمعوا إن شئتم إلى قول الله تعالى كما في الوجه الثاني من سورة النجم أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وانه خلق الزوجين الذكر والانثى انظر كيف ينسب الله تعالى لنفسه خلق هذه العلاقه وهو جعلها من اياته فيها حفظ للنوع الانساني وفيها تعظيم لكلمه الرب كيف تعظيم لكلمه الرب كيف قال صلى الله عليه وسلم لما اوصى بالنساء خيرا قال فإنكم استحللتم فروجهن بكلمة الله فأيما رجل رأى من امرأته ما يكره فليصبر فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعلى ما في الضلع أعلاه فإن أنت ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوجا فاستوصوا بالنساء خيرا والمقصود بقضية الضلع أو الضلع على قراءتين صحيحتين أن المرأة خلقت عاطفية والضلع في ميول فهي دائما تميل إلى العاطفة وتميل الى الحنان، وتميل الى الكلام الطيب والجميل وال من قضيه الحجه والبرهان وضبط المساله بالبراهين والحجج والبينات ونحو ذلك، ولذلك كلما تمتع الانسان بقدر عال من الاخلاق اجتذب المراه، وكلما تمتع بقدر عال من انتقاء العبارات كان مقنعا للمراه مؤثرا فيها مغيرا لها وكلما استخدم الضد من ذلك ولو تمتع بشيء من الحقيقة والحجة والبرهان كان منفرا ومنفرا وكان غير مقبول لديها حينما نتكلم عن مسألة الرجل والمرأة نتكلم عن آية من آيات الله من جهة طبيعة الحركة والعلاقة وامتداد الصلة بين هذين الروحين النبيلين الجميلين، ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى لما قص علينا مثلا قصه ادم وحواء لما ذكر الله تعالى لنا قصه ادم وحواء في كتابه اذكر في سوره الاعراف فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما اثقلت يعني حملت صارت حامل دعوا الله ربهما لئن اتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين ولذلك كان من هدي عباد الله الصالحين وعلى راسهم انبياء الله تعالى ورسله كانوا يسالون الله تعالى صلاح الزوجه والولد تقرؤون على سبيل المثال في سوره الفرقان في الوجه الاخير في بيان ان انبياء الله تعالى ورسله كانوا يسالون الله تعالى صلاح الزوجه والذريه والولد في والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا انظر صلاح الزوجه شوف التركيز لان التركيز على الاصل يكون ما بعده تبع له يريحك فيما بعده لذلك دائما يقول لك البدايات المشرقه البدايات المحرقة اللي تتعب فيها في اختيارك واستخارتك وسؤالتك وسؤالك يكون لها نهايات مشرقة، من كانت له بداية محرقة تكون له نهاية مشرقة، وهذا في الجملة في العموم، ولا التوفيق من الله عز وجل أولا وآخرا. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وهذا زكريا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام يسال ربه كما في سوره ال عمران: ربي هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. نعم استجاب الله تعالى دعاء زكريا عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام كما استجاب دعاء غيره من اخوته من انبياء الله تعالى ورسله ولذلك وبين الله تعالى ولذلك بين الله سبحانه وتعالى هذه السياقات الاستجابيه النورانيه لانبياء الله تعالى ورسله لما دعا الله تعالى بعض انبيائه في سوره الانبياء فقال سبحانه وتعالى في هذا السياق: "ووهبنا له اهله واصلحنا له زوجه، السبب قال انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا" رجعنا لمساله الدعاء رغبا حبا ورهبا خوفا وكانوا لنا خاشعين لأنهم يرجون لله وقارا فمن عبد الله تعالى بالحب والخوف والرجاء كان كاملا في عبادته محققا لأركان عبوديته كما هو معلوم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في ذكر المحبة في ذكر محبة المؤمنين لربهم وخوفهم منه ورجائهم اياه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نرى ان مساله النكاح والزواج في الاسلام قائمه على قواعد راسخه واركان ثابته ومقدمات تدعو وتكون سببا بعد ذلك لاستمرار هذه العلاقه وامتدادها. علمنا ان من اركان النكاح وشروطه على سبيل المثال وجود الولي والذي يحفظ كرامة المرأة ويجعل لها وجود وحضور عند الزوج في الواقع مهما كانت المحبة بين الزوجين ورأينا أيضا الإجاب والقبول فلا نكاح إلا بولي وهناك إجاب وقبول ولا تنكح المرأة إلا بإذنها أو أمرها حتى تستأذن وحتى تستأمر وكل ذلك من حفظ حقوق الزوجين في مسألة النكاح في الإسلام وفي المقابل المهر والذي يحفظ كرامة المرأة ويجعل لها حقا على زوجها في هذا النكاح وفي المقابل نرى أن الإسلام نهى عن الشغار ونهى عن نكاح المتعة ما هو الشغار وما هو نكاح المتعة نكاح المتعة هو النكاح إلى أمد وإحنا عندنا النكاح في الإسلام إلى أبد عقد تأبيد وأيضا نكاح الشغار هو نكاح البدائل أن رجلا يزوج رجلا موليته على ان يزوجه الاخر موليته، فهذه اصبحت عمليه بيع وشراء، وايضا النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن نكاح المحلل والمحلل له اللي هو التيس المستعار. سمي التيس المستعار لتقبيح حاله وانه يتفق مع رجل ان يرتبط بطليقته ثلاثا حتى يحللها له، فنقول ان هذا مما نهى عنه الاسلام لانه يتنافى مع مقاصد النكاح ومع أساسياته ومع جمالياته ومع امتداده للإنسان وعمقه الأدبي في الإسلام أسأل الله تعالى أن يجعلنا موفقين مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأنتقل إلى ضيفي الكريمين لإثراء الحرقة واستقبال أسئلتهما أو مداخلتهما وفقهم الله وبارك فيهما حياكم الله يا أستاذ فادي وأحيي أيضا أستاذ الكريم عمر وفقهم الله لكل خير سعدنا بك في هذا الكلام الجميل الرائع جزاك الله خير دكتور نرى الكثير من يعني سؤالي طرقت الى موضوع النكاح او عقد النكاح ما هو الزواج العرفي وهل يصح في خلال مده الزواج العرفي ينتقل الى رسمي الان بالنسبه لانواع الزواج ظهرت انواع كثيره جدا سواء كان قبل الاسلام او بعد الاسلام او في العصر الحديث فعلى سبيل المثال ظهر قديما حتى قبل ان نتكلم عن بعض انواع الزواج الحديث ما يتعلق بالزواج البعوله وايضا زواج المسفار وظهر بعد ذلك في عصرنا الحديث ما يسمى بزواج المسيار وكانوا قديما يتكلمون عن نكاح أصحاب الرايات ويقصدون هذا الزواج الزنا المحرم وأنهن يعني الزواني يعني أو الزانيات كن يضعن علامات على بيوتهن ليقصدهن الرجال وهناك زواج أيضا يسمى زواج الاستبضاع وهو زواج قبيح فيه من القاذورات وهي أن المرأة تريد أن تحسن نسلها كما يقولون فتستبضع رجلا شريفا أو عظيما أو له مواصفات معينة وما إلى ذلك تطلب الولد بمواصفات معينة وهذه يعني ربما أمور من القذرات ربما لا تخدم عليها حتى بعض العجموات ثم ظهر حديثا أيضا أنواع أخرى من الزواج ما يتعلق بمثلا زواج المسيار وقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بجوازه ثم رجع عدد يعني كبير من الأعضاء عنه لما يعني استغل من قبل بعض ضعاف النفوس فإن المقصود مثلا بزواج المسيار هو سد ثغرة معينة في المجتمع بأن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها مقابل مقابل يعني صيانتها لنفسها وسترها فهي تتنازل ربما عن حق السكن أو حق النفقة زمنا حتى يستقر حال الرجل ثم يصبح الزواج يعني كما يقولون موفور الحظ مكتمل جوانب الزوجية من السكن والنفقة والاستقرار فهو امر من اجل حل مشكله معينه ربما يعانيها الرجل او تعانيها المراه. ثم دخل بعد ذلك للاسف الشديد وهذا ربما يكون ظاهر في بعض الدول العربيه حقيقه ما يتعلق بالزواج العرفي وهو زواج عبثي ان الرجل يقول ان المراه تقول للرجل زوجتك نفسي وهو يقول قبلت. لا ولي ولا مهر ولا شهود ولا اشهار. ولا شيء من ذلك وانما هو قائم على البوي فريند والجير فريند كما يقولون ولكنهم يظنون انه يؤسلم بهذا المنطق ببعض الكلمات التي تصدر عنه او تصدر عن انت او تصدر عنها. وثم ما سالت عنه هل بالامكان تصحيح زواج مثلا فاسد عندنا او باطل؟ يعني لو افترضنا ان هناك زواج حكمت عليه الشريعه بانه زواج فاسد وعقد فاسد. لعدم استيفائه الشروط او الاركان التي ينبغي ان تكون موجوده في مثله. فنقول في مثل هذه الحاله نعم ممكن اصلاح هذا الزواج باستجلاب الشروط والاركان التي طالبت بها الشريعه بكل سهوله. ولذلك نحن نجد على سبيل المثال من تزوج في الجاهليه حتى في زمن النبوه قبل الاسلام كان يجدد العقد اذا دخلوا في الاسلام. وهذا نوع من تصحيح النكاح مع بقاء العلاقه والولد والنسب لا يتغير شيء في هذه الحالة ليش؟ لأنه كان قبل الإسلام، أما ما كان بعد الإسلام بمعنى أن الفاعل اللي هو لهذا الزواج رجلا كان أو امرأة يعلم أن الله حرم هذا، لكن حاول أن يتغاضى كما بعض الناس يتعامى عن بعض المسائل والأمور لغلبة الشهوة، يقول لك إذا أتت الشهوة السكرة ذهبت الفكرة، إذا جاءت السكرة ذهبت الفكرة، فهو يعلم في قرارة نفسه ربما أنه يعبث وانه غير حريص على المسائل الدينيه او الشرعيه بل تجده احيانا يتهرب من السؤال خوفا من الجواب <applause> اصلا آه فنقول مثل هذا الامر اعوذ بالله لا شك انه من الزنا وانه اذا ترتب على هذا لا قدر الله شيء او اثر لهذا الزواج من حصول الذريه ونحو ذلك انما تجري عليه مثل احكام الابناء من الزنا الا في حاله الا في حاله اذا لبس على الانسان في مثل هذا النكاح فكان فعلا يظن انه صحيح، فينتقل من النكاح الفاسد الى نكاح الشبهه. يصبح نكاح شبهه لغلبه الجهل، كمن مثلا تربى في بيئه معينه في بعض الدول التي يعني بعيده عن الاسلام، فافهم انه عادي اذا قالت لك زوجتك نفسي قلت قبلت عادي، وان الفكره فقط قائمه على التراضي وانكم راضون بالموضوع وخلاص تصبح زوجه. طيب اذا أصبح هناك يعني خلفه أو أولاد ما هو هذا اللي أنا أقوله فيه. الآن، أنا أقول أنه في حالة إنه وجود خلفه الأصل أن النكاح الفاسد أن العلاقة بين الرجل والمرأة علاقة فاحشة، علاقة غير مشروعة، وما يترتب عليها من الولد يترتب عليه أحكام ولد الزنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الولد للفراش وللعاهر الحجر والمقصود بالفراش هنا هو الزوج الأصل أن الولد للزوج وأن العاهر الحجر هذا في حالة وجود نكاح شرعي صحيح ابتداء ثم أن الرجل اتهم المرأة أعوذ بالله في عرضها فإنه يخير بين مسألة اللعان والانفصال أو نسبة الولد إليه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر لكن مسألة النكاح العرفي أو النكاح الفوضوي هذا اللي موجود الآن في بعض الدول ويمارسه بعض المراهقين وقليلي العلم والدين إنما يفعلون ذلك كنوع من العبث ونوع من المراهقة أو وبالمناسبة أنا أريد يعني أن أعلق سريعا على مسألة مراهقة الرهق هو الاحتراق في آخر القدر فهو أمر مذموم وأعتقد أن كلمة مراهق يعني الأصل أن لا يسمى بها حتى الشاب المسلم الذي نشأ على الإسلام المراهق تعرف اللي يسموه الجدادة ولا إيش في آخر أحيانا وهذا أمر حتى طبيا ظهر لكن الرهق، لكن بشكل عام نقول ان هذا السلوك بين الرجل والمراه يمكن تعديله اذا تاب الى الله عز وجل ثم جدد عقد النكاح، هذا بالنسبه للعقد بغض النظر عن حيثياته واثاره وقد سئل ابن عباس رضي الله عنه يوما من رجل وطأ وطئ امراه سفاحا يعني ايش سفاح؟ يعني حرام حرام هذا يسمى نكاح السفاح هو الواقع ليس نكاحا هو زنا فهل له ان يتزوجها؟ يعني قال له ويحك او تطاها سفاحا ولا تطاها نكاحا؟ فكأنه قال له تب الى الله وعدل مسارك وهي تتوب الى الله وتعدل مسارها وهي اولى به يعني حتى الوضع احيانا غير قابل للاستخدام من جديد الا يشاء الله عز وجل فهو اولى بالموقف ومن تاب الا من تاب وامن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فمن تاب تاب الله عليه ولذلك إذا قرأنا مثلا قول الله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين فيه إشارة إلى أن المؤمن لا يقبل أن يرتبط بمشركة وأن العفيف لا يقبل أن يرتبط بزاني هذا معنى الآية مش معناه دور زنا وزوجه من بعض بعض الناس يفهم بالآية بالمقلوب ويظن أن الآية تخاطب يعني بترتب بتنظم العملية يعني عرفت يشوفوا لكم الاخت زانيه تشوف لها واحد زاني ولا لا مصيبه. المقصود ان الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وان الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة، اشارة الى ان هذه البيئة الفاسدة عرفت التي تقبل هذا النوع من النكاح فمثلها فمثل ذلك لا يقبله المؤمن ولا تقبله المؤمنة ان يرتبطون بمشركين وكذلك العفيف والعفيفة لا يقبلون ان يرتبطوا بفاسدين. وهذه مسألة يعني حتى تكاد تكون موجودة عند كل الامم والشعوب، تجد الرجل السليم في رجولته وفي فطرته وطبيعته في قدر من الغيرة، وتجد أن وتجده إذا أراد أن يستقر فإنه يبحث عن المنطقة الآمنة تماما، اللي ما فيها مخاطر ولا فيها خروقات ولا فيها إشكاليات، لأن هذا الأمر سيدفع ثمنه فتذهب السكرة وتأتي الفكرة، لأن إذا ذهبت المتعة جاءت الحقيقة وأصبح الشخص يحاسب الموقف. يعني على ما هو عليه ولذلك مهم جدا مهم جدا ان نتامل حديث النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المراه لاربع لجمالها ولحسبها ولنسبها ولدينها ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يداك. مهم جدا لانه معيار للارتباط بالمراه وكذا الرجل قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه وطبعا هذا الحديث لا يستطيع اعتبارات أخرى من التكافؤ انظر إلى ما يدعوك إلى نكاحها ممكن هو في الظاهر رجل طيب ولكن من رأى لا يرتاح له أو يحصل في نفرة بين الرجل والمرأة ولذلك هذه المسائل كلها تراعى والشريعة محكمة تعطي كل ذي حق حقه فتراعي الأحكام وتراعي الأعراف وتراعي الطباع أسأل الله أن يوفقنا لكل خير اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته